والاستاذ الدكتور احمد عزيز رئيس جامعه سوهاج المحترمه، الاستاذ الدكتور صبري عناب رئيس الجامعه، والساده العمدية الكليات، ابنائي وبناتي طلاب جامعه سوهاج. الان ايضا في منتهى السعاده لان ده تعتبر نقطه من نقاط التميز الخاصه بجامعه سوهاج اللي هي كبيره جدا. كل الجامعات المصريه اشتركت في يوم رياضي يوم 11/2، ولكن النهارده في تميز بالتعاون مع منظمه الصحه العالميه عشان نمارس هذا اليوم الرياضي في 5 جامعات منهم جامعه سوهاج. فخمس تحيه لقياده جامعه سوهاج ولولاد جامعه سوهاج وكل لقاء حضراتكم طيبين ان شاء الله. شكرا.